اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. ينضم الينا في الاستديو الاستاذ عبد الله الكندري العضو السابق في المجلس البلدي. حياك الله استاذ عبد الله. مساء الخير. بدايه يعني نبي نشرح حق الناس اهميه المجلس البلدي، يعني لو تعطينا نبذه قصيره عن المجلس. طبعا احنا نتكلم اليوم عن ممارسه ديمقراطيه منذ عام 1931، يعني نتكلم عن 87 سنه والشعب الكويتي يمارس الديمقراطيه في انتخابات المجلس البلدي. نتكلم اليوم المجلس البلدي يقرر حياة الكثير من المناطق والمواطنين. نتكلم عن الاختصاص الأصيل بعد التعديل 2016 ما يقارب 15 اختصاص، من حيث تنظيم اللوائح الخاصة في البناء، من حيث تنظيم اللوائح للطرق والبيع المأكولات، كل هذه الأمور كلها تدخل في 2016. فرق عن 2005 فقط شيء واحد، اللي كان هناك الأغذية كان مهتم فيها البلدية، الآن في هيئة الأغذية. الاتصالات وما يعنيها من أمور الآن في هيئة الاتصالات. هذه الأمور اللي قد اختلفت، وكذلك اختلفت في خصوص الإعلانات. أول كان إعلانات الطرق كلها من اختصاص المجلس البلدي، الآن أصبح اختصاص وزارة الإعلام. يعني هي عملية تقصص يعني دور المجلس البلدي في هذا الشأن. نعم أستاذ عبد الله، كيف تقيم حتى الآن الإقبال على الصناديق الاقتراع في ظل يعني الانتخابات، وخاصة أن الفترة المسائية قد تشهد إقبال أكثر من الفترة الصباحية؟ نتمنى أن تشهد يكون في زيادة. نتكلم اليوم في السنوات الأخيرة صار الإقبال عليها من 19 إلى 21% نسبة الناس اللي تصوت. في السابق في الثمانينات كانت تصل نسبة الإقبال إلى 64%، فكان هناك جدية واهتمام من قبل سواء الحكومة أو المجلس الأمة أو المواطنين أن المجلس البلدي ينظم حياتهم. اليوم صار هناك يعني ما نقول إحباط، ولكن عند الكثير من المواطنين ما يعتقدون أن المجلس البلدي له دور كبير في تغيير نمط الحياة داخل المناطق خاصة. نعم. طيب الخريطة الانتخابية للمرشحين تختلف من مرشح لآخر، يعني من حيث العمر، المستوى التعليمي، التجربة السياسية، كيف تنظر لها أستاذ؟ اليوم القانون عدل 2016، في السابق كان المعينين ممكن الحكومة تعين أي شخص حتى لو حامل شهادة الابتدائية أو ما عنده أصلا يعني نقول شهادة، لكن نتكلم احنا اليوم خاص في أن القانون ألزم الحكومة بأن يكون له مؤهل جامعي. نعم. هاي بالنسبة للمعين. المجلس السابق مجلس الأمة هو عدل القانون بأن يكون المعين مؤهل جامعي، المنتخب ما له أي مؤهل، مو شرط. فكانت هناك يبدو أن مساومات سياسية، وهذا خطأ، يعني يفترض أن يعدل في المستقبل. العجيب في الأمر إحنا نتكلم اليوم عن ديمقراطية، اليوم نتكلم عن 10 دوائر، الكويت كبرت والمواطنين زادوا والمناطق طلعت لنا مناطق جديدة، على سبيل المثال مدينة جابر الأحمد، مدينة سعد العبد الله بروحها فيها 14,000 مساهم تقريبا في هذه الجمعيات، فما بالك بالناخبين، ففيها ناس كثار فيها. أتكلم اليوم عن المناطق هذه ما في أحد يمثلها بشكل صحيح. اليوم ترى الانتخابات ترى هي تجرى فقط على 4 دوائر، 6 محسومة خلاص. الفرعي يعني أو مع كل أسف نقوله أو أن وصلنا إلى مرحلة السكوت بأن الناس 6 دوائر حسمت فيها النتائج. نعم. لكن هل تتوقع نسبة تغيير كبيرة في المجلس القادم؟ بكل تأكيد، يعني نتكلم الآن فقط اللي نازلين في الانتخابات السابقة اللي كان لهم فقط 3 شخصيات من أصل 7 من أصل 10، فيعني ما يندروا، عسى الله يعينهم يحالفهم الحظ. ولكن الانتخابات دائما كذي، البلدي تكون بعملية أن اللي يدخل المرة الأولى قد ما يدخل المرة الثانية أو أنه يبتعد عن الساحة. وأنا قلت وعيد وأكرر أن ترى 6 دوائر محسومة، باقي 4. نعم. يعني وماذا بالنسبة للإقبال النسائي أستاذ عبد الله؟ يعني موجودين بأصواتهم ولكن يعني هن كمرشحات قليل، مرشحة واحدة فقط. نلاحظ أن الانتخابات هذه شح في عملية الترشيح من قبل يعني الكويتيات للمجلس البلدي. لعل الممارسة الأخيرة للحكومة الخاصة في التعيينات كانت 6 رجال. نعم. في السابق كان لا، كان امرأتين، وقبلها كان امرأتين، وبالعكس كانوا أدائهم رائع في المجالس البلدية السابقة، أو 3 عفوا. نتكلم اليوم، نتمنى، هي رسالة إلى الحكومة أن يكون التعيين يكون في عنصر نسائي وايد مهم، لأن في حقيقة الأمر لهم إسهامات وبصمات
سواء من ايام البحر او الصباح، او كذلك يعني تكلم عن اشواغ المضاف وجنان بوشهري ومنبر رسلي، كان لهم دور رائع في المجلس البلدي. نعم، احنا مستمرين معك استاذ عبد الله في هذا الموجز، ولكن سننتقل لرصد سير العمليه الانتخابيه في الدوائر الاخرى، ولكن بعد هذا الفاصل راجع لكم. وهذه عودة مع ضيفنا الأستاذ عبد الله الكندري العضو السابق للمجلس البلدي. توقفنا عن حوارنا عن دخول المرأة ومشاركتها في انتخابات المجلس البلدي. أستاذ عبد الله، هذا يعني هذه النقطة تجرني إلى محور الشباب. كيف ترى تجربتهم على مر المجالس السابقة ومدى اهتماماتهم بمشاركتهم بالمجلس البلدي؟ تغيرت الآن، نلاحظ أغلب المرشحين هم شباب، فبدأت الآن صورة جدية في المشاركة لانتخابات المجلس. لعل هذه الآن طبعا أول انتخابات تجرى الآن بعد غرار قانون 2017. نعم. قد يكون هناك انطلاقة حقيقية، عفوا 2016، قد يكون هناك انطلاقة حقيقية بعد هذه الانتخابات. اليوم النتيجة راح تبين المشاركة، عما إذا كان هناك يعني مقبلين فيها الشباب على هذه الانتخابات أو هناك عزوف. نعم. وأنا قاعد أشوف إن الوضع إن هناك إقبال جيد من قبل الشباب على المجلس البلدي، وهناك جدية منهم بالتغيير الحقيقي وإيصال من يرونه مناسب. وقد تقلب الموازين يعني من ناحية النتائج لما يكون الشباب موجود، يكون لهم بصمة مختلفة أيضا. كل المرشحين للفوز، كل المرشحين للفوز بالمناصب سواء الأولى أو الثانية في الانتخابات هذه المنافسة، كلهم أغلبهم من الشباب. نعم. طيب أستاذ، يعني اهتمام الدولة بالشباب والمشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة يعني يخلي المجلس البلدي أمام تحدي كبير، خاصة أنه يواكب الاستراتيجية التنموية الشاملة. هل أنت شايف أن المجلس قادر على مواكبة هذا الشيء؟ إذا نجحوا الشباب ووصلوا، ثقي تماما أن راح تتغير كثير من الأمور. اليوم الشباب الكل ينادي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. نعم. وهناك صراع، خلينا نتكلم بكل حقيقة يعني وبكل شفافية، صراع بين البلدية وبين الوزارات الأخرى بخصوص هذه المشاريع. هناك من يرضى وهناك من يرفض. نعم. جاء دور المجلس البلدي في الأيام القادمة أن يكون له دور قوي من خلال الشباب، وأن يفترض أن يكون هناك لجنة جديدة خاصة في المشروعات الصغيرة لإقرارها، لأن هناك عراقيل كثيرة في الدولة. اليوم لو أي شخص بياخذ مشروع معين من قبل البلدية راح لا يقل عن 3 أشهر إلى 4 أشهر لاستخراج الرخصة. طيب، هناك يعني اختصاصات جديدة تلقى على عاتق المجلس الجديد فيما يتعلق بالبنى التحتية. برأيك أستاذ عبد الله، شنو هي أهم الملامح؟ الآن نتكلم عن أن البنية التحتية هي من اختصاص أصيل سواء من وزارة الأشغال أو الرعاية السكنية في المناطق الجديدة، ولكن بإمكان الشباب أن يقرون مثل ما هو معمول في الدول يعني القريبة منا، بأن تكون هناك بنية تتحمل خاصة الضغط السكاني اللي نعاني منه. نلاحظ اليوم اختلط عندنا الإيجارات والسكن الخاص بمكان واحد، إذا لم تكن البنية التحتية يعني تتحمل هذا الموضوع راح تظل نفس المعاناة. أنا أتكلم اليوم مجرد اقتراح، لماذا لا يتم موافقة على المناطق الجديدة كالمطلع على سبيل المثال، أن يتم إنشاء كل واحد مسموح له أن يبني 300 متر وليس 210%؟ شو اللي يمنع ما دام منطقة بإنشاء مبنى جديد بشكل جديد، شو اللي يمنع أن يتم توسعة الشوارع بإيجاد الجمعيات التعاونية المناسبة له على الكثافة السكانية؟ ماكو شيء يمنع. يفترض أن يكون هناك يعني تغيير حقيقي، لأن فعلا احنا مقبلين على يعني أزمة سكانية في المستقبل إذا لم يتم تداركها في هذه الاقتراحات وجدية. الآن للحيوم فيها احنا كما يقال، احنا اليوم المطلع اصلا بصدد الانشاء، في مجال يتم توسعة الأماكن وإيجاد بدائل ككثافة سكانية مرتفعة. نعم، احنا معك استاذ عبد الله يعني اول باول ما بين هني الاستديو التحليلي وما بين مراسلينا في الدوائر الانتخابية. مستمرون معكم مشاهدينا في تغطيتنا الخاصه بانتخابات المجلس البلدي في فصل التشريعي 12، وعوده الى ضيفنا في الاستديو الاستاذ عبد الله الكندري العضو السابق في المجلس البلدي. نرحب فيك مره اخرى استاذ عبد الله. على اعتاب المدن العمرانيه الجديده التي استحدثت ولا زالت، كيف ترى محددات المجلس الجديد فيما يتعلق بخطط العمرانية الصناعية التجارية في تلك المدن؟ الآن عندنا مناطق جديدة. الآن المجلس السابق أقر ما يقارب 50 كيلو، تكلمين عن يعني 50 مليون متر مربع للمدينة الصناعية لطريق السالمي ما يسمى بالنعايم. يفترض أن يكون هناك تعاون ورؤى
من قبل مجلس بلدي حول هذه المنطقة وتنظيمها وعملية التوزيع التي تقوم فيها الهيئة العامة للصناعة. هناك تم إقرار ما يسمى في المدينة الخضراء أو الخاصة في الصناعية، وهي خاصة في عملية تدوير النفايات للشباب، لمن يرقب من الشباب في عملية تدوير النفايات أن يتم فتح الباب في هذا المجال. يعني احنا نقول الله يعين الجهاز التنفيذي في خاصة، يعني نعلم أنه وجد في العمل مدير عام البلدية أحمد المنفوحي، ولكن قاعد نلاحظ الآن الإقبال الجيد على الانتخابات في المجلس البلدي بلغت الآن، تكلم يعني باقي ساعتين تقريبا 20%، فهو راح يكون في معدل مرتفع عن الانتخابات السابقة. يحتاجون الشباب إلى وقفة جادة في هذا الموضوع، وكذلك المدن العمرانية. تكلم الآن ملينا من المناطق، الآن تكلمين فقط مدارس وفيها فقط مدرسة وجمعية تعاونية وفرع، وما في أمور أخرى. يفترض أن يسعى المجلس البلدي لإقرار وتوثيقه، وأن لا تقوم أي منطقة إلا بإنشاء أشياء جديدة لها. الآن تكلمين عن الممشى على سبيل المثال، شيء جوهري. النوادي الصحية أصبح ضرورة، المحطات البنزين في كل منطقة، هذه أصبح ضرورة يفترض أن يلتفت لها. والمدينة الألعاب أو ما يسمى في الألعاب الأطفال أو ما يسمى في الحدائق، ليس فقط المعمول فيها العادية، يفترض أن يكون هناك تطوير. هذا دور المجلس البلدي في الأيام القادمة، أن يلزم الدولة ويلزم الجهات الرسمية بأن تواكب العصر بدلا من الوضع الحالي. في هناك مشاريع أستاذ عبد الله تم إقرارها، اللي هي المدن الذكية، يعني كيف سيواكب أو ستتواكب مع المجلس البلدي الجديد مع هذه التطورات؟ يفترض أن ليس إصدار فقط قرارات، هذه تحتاج إلى حلقة نقاشية ويعني اجتماعات بين المسؤولين في الدولة والمجلس البلدي لإقرارها، الكل يسمع فيها. اليوم نتكلم مناطق، الآن نتكلم عن منطقة ذكية ومدينة صباح الأحمد لليوم فيها مشاكل سيئة جدا، يعني في تناقض. أتكلم عن الغرب عبد الله مبارك ولليوم في مشاكل في التربة أو أمور أخرى. إذا لم تكن هناك الدولة جادة بإيجاد المنظومة كاملة للمدينة ذكية حتى تنجح. الجانب الآخر، اليوم ترى المدينة يفترض أن يكون هناك تغيير لإدارة المناطق، ترى لليوم إدارتنا من الستينات ما تغيرت، يفترض أن يكون هناك إدارة جديدة للمناطق الجديدة. حرام أن يتم إنشاء مدن بمبالغ مالية طائلة، وآخر شيء تنتقل يا تصير مدينة عزاب. نعم. لأول مرة أشوف دولتنا، يعني الدولة الوحيدة في العالم، أن المناطق الجديدة اللي يتم تأسيسها وبنائها يهجرها أصحابها ويظلون عايشين في المناطق القديمة. بالعكس، الدول اللي حوالينا المناطق الجديدة دائما تكون تستقطب لمن يسكن فيها. احنا بالعكس عندنا عكس العملية هذه. نعم، احنا هذا ما نأمله يعني في الانتخابات المجلس البلدي الجديد والأعضاء اللي سينتخبون العشرة جدد، ان يكونون يعني فرصة للتغيير والتطوير من ناحية المجلس البلدي، خاصة ان جهة مهمة جدا ترسم يعني في سياسة الدولة والتغيير. احنا شاكرين لك استاذ عبد الله الكندري العضو السابق بالمجلس البلدي وجودك معنا في الاستوديو اليوم. شكرا. فاصل مشاهدينا ونعود لكم مره اخرى.